تحت وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. وناوي تزرعها ايه؟ رز وبسله. ده على الغدا ان شاء الله؟ يعني ناكل لقمه مع بعض كده. اه. همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا. خدنا يا باشا. نتشرف البلد وترفع راسنا فوق. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوقتي ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع. فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك. اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحدة مش هتحول. لا انت خليت ديك بقى. حسن حسين. حفظ. أسامة هاني. مشاكل في اسمك. صابر رسلان. تجدع ايه يا عم؟ هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل. وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا نوريني الجماهيريه. يا هلا يا هلا والله يا هلا.
فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جاهلين. لا معاك استاذ اخويا يا امير. يا رجاله انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. اعزائي المشاهدين النهارده من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صوره مشرفه لرجال الاعمال المصريين. احنا معانا كام؟ 40. اللي انجبت طلعت هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرف. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح؟ ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون قليوبيا، ده قهليا بورسعيديا. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في دقيقه. الله يا يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجي في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لأنه هو إسرائيلي حقير حقير.